هدف النهارده شفته يا كابتن؟ بن شرقي طبعا، هدف بن شرقي الرابع. طبعا هدف من اهداف ميسي. النكشه واللكشه والعكشه النكشه طيب مين نجم اللقاء ما دام انت قلت لي بقى اشرف بن شرقي؟ هل اشرف بن شرقي عشان هدفين يبقى نجم اللقاء؟ لا، انا من وجهه نظري امام عاشور النهارده. امام عاشور كابتن شريف، انا بتفق بنسبه 100%. امام عاشور عامل ماتش رائع رائع، وبعدين كمان ايه، شفت حته فيه كمان كويسه قوي بدا يعملها، انه بيقطع وبيزحلق هو ده بقى اللي انا اقصده، يعني ان انت تبقى لعيب مدافع قوي او ديفندر قوي وعندك كره حلوه زي ده، ومؤثر كمان في الحته، مهم جدا. انا سعيد بسعد جدا لما بلاقي لعيب كويس لازم يكمل، هو بقى يكمل، لازم يكمل، لازم هو لا لا لا، مش هو بقى كمان، مش هو بس طبعا، بس يعني هو اللي بيساعد اي مدرب ان انا ابقى عايز كلاعب ومركز. خلي بالك لما كان ساسي موجود كانوا كان مكسر الدنيا وجايب اجوان عالميه وكانوا بيقعدوه يلعبوا ساسي. خلي بالك دي مشكله في نادي الزمالك. انما هو دلوقتي في حاجه مختلفه، هات لي واحد في الدوري المصري بيشوط برجله يمين والشمال زي ما عمل عامل واحده اللي خبطت في المقص دي اللي شطب بالشمال وتحت رجله وتحت رجله وما تمطعش، فيها قوه ما تمطعش لو راح جامده جدا، وفيها لك ان هي ما دخلتش حتى لما نزلت من المقص خبطت في دماغ محمود رضا الحارس وطلعت بره، ومفروض تخش خبطت طلعت بره. على فكره امام من ولادنا في المحله، بس هو لعيب كويس جدا، بس محتاج تعامل معين، يعني لازم دايما حد يتكلم معاه وينبهه دايما وخصوصا يعني النهارده كابتن، انت عارف ايه التعامل اللي يتعامل معاه؟ يقعدوا طريق حلم. افضل هدف كابتن من وجهه نظرك؟ انا في رايي الشخصي طبعا بتاع بن شرقي، بتاع بن شرقي عالي جدا 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 يعني طيب. من اجمل الاهداف اللي هو هدف جميل صراحه، يعني فكره ان الحارس واقف وتتلعب كده لا، وبعدين ايه، شوف الثقه والثبات الانفعالي والهدوء وشايلها ازاي، مش يعني ايه ويلا كده، لا بالرغم كده وبالرغم الجول بتاع ونجم حلو، بس في لك كتير ما جت رجل الباك وغير اتجاه، انما ده راجل تقيل عليه. بالرغم من كده كابتن مش موجود في المنتخب المغربي، ده معناه في المنتخب المغربي لا في اتقل، طالما ان هو ما اتاخدش يبقى في المكان بتاعه 2-3 اتقل منه، صحيح، وده اللي هنشوفه بقى في البطوله. صحيح، احنا عندنا حلقات للمنتخبات والقوائم والانديه اللي بيلعبوا فيها، لا يعني بطوله امم السنغال والمغرب والجزائر، ده ربنا شفت القوائم اتخضيت يا راجل لا هو مش